نهاركم سعيد مرة تانية مشاهدينا. دلوقتي جه معادنا مع الفقرة التانية في برنامجنا النهاردة يوم الحد أول أسبوع زي ما قلنا. ضيفنا هو الصحفي الأستاذ أحمد حامد رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون والاستماع بموقع الأهرام. وهنتكلم بقى على الأونلاين الصحافة الإلكترونية وهنتكلم على القنوات التلفزيونية ورؤيته لمسبيرو بقى خطة الهيكلة والتطوير اللي بتحصل. صباح الفل يا أستاذ أحمد. النور عليك وعلى نورك سعيد. نهارك أسعد. أولا مبروك يعني حضرتك رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون والاستماع في الأهرام ودي مسؤولية كبيرة. الأهرام من المؤسسات الكبرى في مصر يمكن الأكبر في الصحافة في مصر يعني عندك مسؤولية مهمة. والله يعني بصراحة ده يعني شرف ليا ان انا اكون ماسك قسم الإذاعة والتلفزيون بوابة الأهرام، موقع الأهرام الإلكتروني بالأخص يعني. وده يعني شرفت بيه من خلال أساتذتي الأستاذ علي محمود والأستاذ أشرف العشري، كان ماسك بوابة الأهرام قبل الأستاذ محمد إبراهيم الدسوقي، وكملت مع الأستاذ محمد إبراهيم الدسوقي. كان عندي رؤية لتطوير القسم وهيكلته في الفترة الحالية. الحمد لله ربنا وفقنا قدرنا نقدر نبدأ نغطي الأخبار اللي بتهتم بالإذاعة والتلفزيون وخاصة كمان برامج التوك شو الليلية. يعني دي ما كانتش موجودة قبل كده؟ لا كانت موجودة بس كانت على استحياء أو كانش موجود بطابع بشكل يومي أو رسمي. كان لو في زميل من قسم آخر عنده حاجة بيقدر يغطيها بيغطيها، ما كانش فيه لها هيكل أو مكان أو فريق عمل أو طريقة عمل ثابتة يوميا بتهتم بهذا العمل أو هذا الموضوع. جه بدأنا نعمل فريق متخصص في القصة ديت. جاء عوني مجموعة من الشباب الزملاء في زمايلي في الأهرام، منهم يعني في معايا هايدي وفي معايا عمر وفي معايا حسناء وفي معايا منى وفي معايا محمد وفي معايا زميلنا الأستاذ محمد الإشعابي، وبدأنا نعمل على تطوير القسم ونقل ما يحدث على مدار 24 ساعة فيما يخص الإذاعة والتلفزيون أو البرامج التوك شو على مدار الـ 24 ساعة يوميا. حلو قوي. يعني بتاخدوا كوتس من الناس اللي بيقولوا في التوك شوز أو التصريحات اللي بتتقال على مدار اليوم وبتنزل على الأونلاين على طول. ده حقيقي وبالفيديو كمان، وسواء هذا لو التصريح خاص أو التصريح يعني حاجة خاصة جدا جدا بنبدأ نتعامل معاها. بس طبعا مش كل القنوات أو كل التصريحات بنقدر ننقلها. أنت عارفة إن الأهرام ما يعني بيمثل الدولة ويعني وموقع بوابة الأهرام ده موقع الدولة الرسمية، فمش أي ضيف بيطلع يتكلم هنقدر ناخد منه إلا إذا كان في معلومة. إحنا عندنا المعلومة هي البطل أكتر من المسؤول. يعني ممكن يكون في ضيف طالع يتكلم مثلا ومسؤول ولكن ما بيقولش معلومة، فإحنا الأساس عندنا مش القناة أو الضيف، الأساس عندنا المعلومة اللي هنقدمه للقارئ. هل القارئ هيستفيد من هذه المعلومة؟ هل هتضيف له أو لا؟ وبنقدر نتعامل معها بطريقة باتزان حتى كمان، يعني مقدرش نعمل عناوين حراقة أو غيره، لا بنبدأ نتكلم عن الاتزان في نطاق أو في السياسة التحريرية اللي بتعامل معها مؤسسة الأهرام. بس هو من الاتزان برضو اللي احنا نقول الرأي والرأي الآخر بنقول على فكرة. بنقول فعلا الرأي يعني والرأي الآخر، وسط الدولة لكن مش معناه ان هو بس بينقل رأي الدولة. يعني ده حقيقي انا ما اقصدش ان رأي الواحد انطباع برضه لا احنا ما بننقلش يعني الرأي الاوحد، ولكن بننقل الاراء كلها ولكن في نطاق الموضوعيه والاتزان. يعني احنا بنتكلم عن صحافه الاهرام، الصحافه صحافه الاهرام او الموضوعيه او السياسه التحليليه للاهرام او المهنيه او اصلا او الاسلوب المهني للاهرام بيختلف عن كل مؤسسه او عن المؤسسات الاخرى في انها بتتكلم بموضوعيه وبترتقي بالقارئ. الألفاظ حتى اللي بنتعامل معاها في مؤسسة الأهرام بتختلف عن نقلنا للحدث عن موقع آخر. لو في حدث معين أو في حاجة معروضة على التلفزيون أو في خبر أو إلى ذلك نبدأ نتعامل معاه بما يرتقي لمؤسسة الأهرام. يعني ما ينفعش مثلا يكون ضيف بيشتم على الهواء بنقدر نتكلم عنه أنه بياخد وننقل عنه. ما ينفعش يكون في شيء أصلا يعني بيخدش حياة القارئ ناخده، لا ما بنعملش الكلام ده. لا احنا بنتعامل مع مش صحافه فرقعه يعني. الله ينور على حضرتك. صحافه قيمه ومهنيه. قيمه ومهنيه وده المعهود في الاهرام يعني طول عمره. تمام. وده اللي حصل معانا في لما جينا نتكلم عن او نقلنا الاحداث بتاعه انتخابات اليونسكو مع السفيره مشيره خطاب، بدليل ان جه الزميله حسناء حمدي كانت بتتعامل مع هذه الحمله والنقل على مدار الساعه في الصحافه التلفزيونيه او في التلفزيون برامج التلفزيون ونقلت خبر
خاص عن السفيرة مشيرة خطاب في مداخلة خدتها عننا السي ان ان وعلى مدار اليوم، وبدأت تنقل عنها عن موقع الأهرام الرسمي قال كذا كذا كذا. ده دليل على ان احنا لما بننقل الحدث بننقله بدقة بموضوعية وباتزان، فبالتالي الوكالات لا وكمان السرعة ده شيء جميل جدا ان انتوا تبقوا على طول على مدار اليوم بتنقلوا الأحداث اللي بتحصل في الإذاعة والتلفزيون والتغطيات وكده، فده الأبديت حلو يعني اللي يبقى فيه أبديت ده حقيقي. وبنبدأ نتعامل مع هذا المنطلق. طبعا اتغير عندنا المفهوم للقسم او المعلومات اللي بدات تدخل من ساعه ما بدانا ناسس او نعمل هيكله جديده للقسم، وان يكون في اساتذه او زملاء موجودين معايا بيعينوني على هذه العمل. بنتكلم او بنبدا يوميا بنتطور، يعني مش شرط ان احنا بنعمل حاجات يوميا، بنبدا نحط في الاجتماع افكار نتكلم عن هذه الافكار. فريق المعاون كله عباره عن شباب سواء بنات او رجال. ما كمان الاونلاين اصله محتاج شباب ده بصراحه، يعني محتاج سرعه ومحتاج ناس واخده على الشغل بتاع الانترنت وعلى شغل السوشيال ميديا والحاجات. انا بقى عايز ادخل في على نقطه تانية وهي القنوات الكتيره جدا اللي موجوده دلوقتي. يعني احنا من كام سنه فاتت كده ما كانش عندنا غير التلفزيون المصري، ده حقيقة. بعدها ابتدت تطلع قنوات خاصه على استحياء كده واحده واحده ومش عارفه ايه. دلوقتي بقينا في سماوات مفتوحه فعلا، سواء قنوات مصريه قنوات عربية كلها بتتنافس بشكل كبير جدا. رأي حضرتك دلوقتي الشكل العام لخريطة الإعلام خلينا نقول في مصر شكلها إيه؟ لأن كان في انتقادات كتيرة حصلت بعد الثورة تحديدا إن الإعلام اتجه للصراخ، اتجه للبيبر، يعني بقى كده عامل زي الشطه والملح والفلفل والحاجات دي اكتر. يعني بقى في كده مفيش، اختفت الموضوعيه والمهنيه شويه. ده حقيقي. تقييمك ايه؟ ده الراي السائد في الشارع. لكن راي بقى المتخصصين ايه؟ ده حقيقي، كلام مظبوط، ان هو فعلا بدات الاعلام خاصه في بعد الثوره يخرج عن النطاق. يعني بدا كمان قصه ان المذيع مثلا بدا يخرج عن دوره، يعني بدا يدلي برايه، بدا يتكلم ويوجه. كان زمان قبل كده ان المفروض دور المذيع نقل المعلومه او الحدث، بيتعامل مع الخبر او المعلومه مجرد هو راجل بينقل بحياد. لا، بدا يتدخل في القصه ديت لاسباب، مثلا سواء اصحاب القنوات معينه لهم توجه، ودي فيما يعرف بالاعلام الخاص المدفوع، في توجه عايزين يوصلوا معلومه ما او عايزين يوصلوا رساله ما، فبيبدا يتعامل مع هذا المنطلق من خلال هذا التوجه او هذا المنطلق. هنا انا بتكلم على ان الاعلام الدوله او الاعلام الحكومي عليه مسؤوليه كبيره في القصه ديت، ان هو لازم يكون يبدا ياثر في الشارع من خلال المحتوى بتاعه او من خلال الوسيله بتاعته. لكن تراجع فعلا الاعلام الحكومي وتراجع دور مزبيره والقنوات الحكوميه اللي بدات تراجعهم عن الشارع وبدا ان الناس تتوجه للاعلام الحكومي. ما هو يمكن هي النقطه بالظبط، هي بتتلخص في الكلمه اللي حضرتك قلتها، ان هو طول الوقت قبل الثوره هو كان اعلام حكومي. لكن هو المفروض بعد الثوره وتحول التلفزيون للهيئه الوطنيه للاعلام بقى اعلام الشعب، المفروض يتحول لهيكل اخر، بقى يبقى اعلام شعب مش اعلام حكومي. ده حقيقي، وينقل عن المواطن همومه والامه عشان الناس للمواطن على اساس ان هو ياثر في الشارع ويبدا يتكلم، لانه اصلا هو اعلام تنموي. يعني كمان هو الاعلام اللي عنده فرصه خدمي. اللي يقدر يخدم الناس. لانه ما بيهدفش للربح، ما بيهدفش الى المال، ملوش توجه غير الدوله. هو اعلام الناس وبيبدا يتوجه من خلال الناس. هو توجه الشعب المصري. الشعب المصري بيتكلم على تنميه حقيقيه في الشارع ولدى المواطن المصري، سواء على كل المستويات، سواء الاجيال، سواء 20 او 30 او مسن او كذا، كل حسب الخريطه البرمجيه للاعلام. لكن هو انا شايف ان غياب دور الاعلام الشعب زي ما حضرتك بتقولي او نسميه، وده حقيقه، ادى الى ان ساب فراغ لدى الاعلام الخاص. طب حضرتك شايف التراجع ده بسبب يعني سببه ايه التراجع ده؟ ما هو الدوله بعدت سابت مزبيرو وبدات تتوجه. حتى انت لو ملاحظه هتلاقي بعض المسؤولين الحكوميين ما بيطلعوش في مزبيرو، بيطلعوا في الاعلام الخاص. ويروح السبب بقى يعني؟ ما هو هنا حتى التغطيات الرسميه دلوقتي اتجهت للاعلام الخاص. للاعلام الخاص ده عمره في حياته ما حصل في العهد السابق. يعني ده حقيقي. فده يجب على الدوله العوده الى ايه؟ الى مزبيرو. حتى الانفراد المفروض يروح للمزبيرو، الحاجات الخاصه والحصريه تروح لمزبيرو. لان المزبيرو لا يهدف الى الربح. ثانيا ده اعلام الدوله، اعلام تنموي، اعلام بيهدف الى
الى الحفاظ على الدوله المصريه وكيانها واركانها ملوش اهداف، لكن بالظبط هو المفروض يكون الاكثر توازنا. يعني لان هو مش منتمي لرجال اعمال ولا منتمي لفلسفه معينه ولا توجهات معينه. انا شايف يعني كمان لازم يتصرف عليه كويس، لازم يبقى فيه خريطه، لازم يكون فيه تغيير للاداء، تصرف على المذيعين بتوعه، على الاعداد، فريق الاعداد، توفير لهم امكانيات زي الاعلام الخاص. انت عندك الاعلام الخاص عندهم امكانيات مهوله، هو الضيف نفسه بيروح في الاعلام الخاص بيلاقي عنده كل ما هو اللي عايزه، عربيه بتجيبه، فلوس بياخدها، امكانيات مهوله، شاشه يعني انقى، تكنولوجيا احدث، الكلام ده. فبالتالي بدات الناس تروح تخرج للاعلام الايه الخاص، لان هنا يجي عشان يجي هضيف في حلقه في مسبيرو مش لاقي عربيه توديه، مش لاقي امكانيات توديه، فبيبدا يقول لك لا يا عم انا اروح هناك انا كده كده ايه، الناس التانية بتقوم، وخاصه والجمهور بتاعهم اعلى، لان في تسويق كمان هنا. هنا القنوات كلها معظمها مفيش اصلا حملات اعلانيه للقنوات، مفيش نزول للشارع، الشارع يعني ما عادش في برامج بتنزل تهدف او تعمل زي مثلا احنا عندنا كان برنامج مثلا اللي بيختص بيه الفلاحين اللي هي سر الارض مثلا الأرض. كان وكان في زمان برنامج سلوكيات. وكان مذيعات يعني قمم هي اللي بتنزل تعمل برامج الشارع. دلوقتي لما حد يقول مثلا انزلي اعملي حاجه في الشارع كانها عيبه، يعني مع ان ده الاصل، انا هنزل في الشارع اعمل تقارير ولا اعمل ده المفروض، وده الاصل، وده دور الاعلام ان هو ينزل للشارع ويناقش قضايا الناس ويناقش مشاكلهم ويبدا يطرحها على الشاشه ويجيب المسؤول ويحل. كان عندنا برضو برامج، يمكن كان حتى بيت بيتك مثلا، او كان اسمه هو كان بيت بيتك برضو، هو يمكن كان انتاج خاص ولكن كان بيذاع على تلفزيون الدوله، كان مؤثر جدا جدا. ما عادش حتى عندنا برضو برامج انتاج خاص. عايز اسال حضرتك على الكم الكبير من القنوات اللي موجوده دي، يعني مين بيتفرج عليها؟ يعني بجد والله بيجي لي السؤال ده وانا ماسكه الريموت كده وقاعده بقلب، يعني مين بيتفرج على القنوات الكتير قوي دي؟ كله. هو في الاخر الناس بتتفرج مثلا في راي حضرتك على كام قناه من دول؟ تمام، بس في كل قناه ولها توجهها، في اللي يعني في فئه من الشعب عايزه التوجه ده، تتفرج على العاصمه، في بيتفرج على دريم، في بيتفرج على احمد موسى، في بيتفرج على صدى البلد، في بيتفرج على مش عارف، كل واحد حسب دماغه وحسب فكره وحسب الدرجه اللي هو العلميه اللي وصل لها او التفكير. وإحصاءات المشاهده بقى حضرتك بتقيموها ازاي او بتتعرف ازاي؟ من خلال الاجهزه او من خلال اللي هو الرصد للمشاهده على القنوات، ان ده اكبر برنامج. يعني بترصد ازاي دي بقى؟ ده من خلال الاجهزه فنيه اصلا، مش احنا اللي بنرصدها اصلا. بيطلع تقارير ان ده اعلى مشاهده. ثانيا برضو الضيوف اللي بتيجي والقضايا اللي بنناقشها، انت عندك وائل البراشي مثلا مشاهدته عاليه جدا جدا، لانه بيجيب قضايا وسواء مع او ضد او كذا، ولكن قضايا شائكه فالناس بتحب ده، تلاقي الناس رايحه للتوجه ده. في عندك مثلا لميس الحريري برضو نفس القصه، في عندك عمرو اديب، كل واحد ليه اسلوبه وتوجهه اللي بياخد جمهوره اللي بيبدا يشاهده. لكن هنا تيجي عندك في على يعني التوازي في التلفزيون المصري، ما فيش اصلا برنامج تقدر تقولي ان هو مؤثر في الشارع المصري. يمكن احنا برنامجنا واخد افضل برنامج صباحي. تمام، يمكن لسه عايز اقول لسه عايز اقول لك برنامج مثلا زي يوم نهارك سعيد مثلا، ده يعتبر برنامج هو لسه حتى محافظ على وجوده لدى الشارع ولدى المواطن في الشارع المصري، في التلفزيون عامه يعني، وفي تلفزيون الشعب او تلفزيون الدوله، لانه ذات طابع خاص. انتوا بتحاولوا تعملوا تغيير، بتستضيفوا نوعيات مختلفه، بتعملوا طريقه حتى تقديمكم او طريقه مناقشتكم للقضايا والموضوعات مختلفه عن البرامج الاخرى، بتبداوا تطوروا من نفسكم. انا شايف الكلام ده حتى وان كان حتى الاداره او كده بتساعدكم في التطوير، وانتوا بتساعدوا نفسكم اول باول في التطوير. ده ادى الى وجودكم او ان البرنامج ده انه حتى الان محافظ صامد ومحافظ على لسه صامد. مع ان انا في رؤيتي انا شايف ان البرنامج ده لو بدا ان يكون فيه اهتمام اكتر او ان يكون فيه نظره مستقبليه لاكتر هياثر اكتر. زي ايه بقى؟ يعني مثلا الضيوف مثلا لازم يكون نبدا نعلي من مستوى الضيوف والاداء. ننزل الشارع، الشارع نعمل فقرات في الشارع من خلال الكاميرا بتاعتكم، رصد الشارع، مش الشارع ده اللي هو القاهره، لا الارياف والقرى، تحتك بالمواطن وتجيب قضيه وتناقشها ومش عارف ايه، وتبدا تعرضها، تدخل مسؤولين معاك على الهواء، تفتح تليفون من خلال القضيه او من خلال الضيف اللي موجود، وتبدا تشتبك مع القضيه والمسؤول. ما يبقاش مجرد ان الضيف بيتكلم مع المذيعه وفي الاستوديو ما فيش حتى قضيه على ارض الواقع. يعني فقره زي اللي احنا بنعملها كان ممكن نبدا نضيف ليها ان هي ممكن اجيب اراء المواطنين في الشارع. احنا عندنا تقارير فعلا. يعني في فقرات بيبقى فيها تقارير، يعني قليل مش كتير. يعني ثانيا التقارير والفقرات ممكن تلاقيها كلها قاهره.
طيب القاهرة مش الأساس، المناطق العشوائية اللي هي في القرى وفي النجوع وفي المحافظات دي مجهود أكبر، ودي احتكاك البرنامج أو ومش الإدارة. فعلا وفي عموما على يعني في القنوات عموما كلها مفيش اهتمام فعلا بخارج العاصمة تمام. يعني، لا وده أيوة في قنوات محلية طبعا موجودة في كل لا ما بتأديش دورها، ده حتى المحلية ما بتنزلش الشارع، يعني المحلية تلاقيه نزل عند المحافظ ويبدأ يرصد المحافظ. طب ما مش هو الشارع المحافظ ده، انت بترصد المواطن وتجيب المحافظ معاك على الهواء، يعني ده مشاكل المواطن والمحافظ يتكلم عنها على الهواء، لكن انت ما تروحش تجيب للمحافظ يقول رؤيته، ما المحافظ رؤيته معروفه، هو المحافظ عنده اكتر من وسيله بيتكلم فيها وبيتكلم في رؤيته وواضحه، لكن المواطن ما عندهوش. انا شايف ان الارياف او المحافظات اكثر، ان المفروض نتوجه لها اكثر، وده كل ما انت بتخش في عمق المحليه او الارياف او اقل الاقل الاقل هتبداي توصلي للاعلى. في نقطة تانية كمان دلوقتي، وهي نقطة الإعلانات والماركتينج وكده. تمام. القنوات الخاصة دلوقتي بيجي لها إعلانات أكتر لأنها مستحوذة على الشارع. ما لا ودلوقتي لا كمان الإعلانات بقت تروح للحاجات اللي هي سبايسي زي ما أنا قلت. الحاجات السخنة، الحاجات اللي فيها فرقعة في لما الشارع. تبقى أنت عندك إعلام خدمي زي التلفزيون المصري أو الهيئة الوطنية للإعلام، دي تقدر تسوقها إزاي من غير ما انت تعمل حاجات سبايسي؟ يعني انت مش مطلوب منك هقول تعمل لحضرتك حاجات على حاجه، ولا ده لا ولا ده اللطيف ولا ده الصح يعني. لا لا الصح والاساس احنا لو اشتغلنا بموضوعيه وبحياد ومناقشه الموضوعات لدى الشارع او المواطن بطريقه كويسه او موضوعيه مش محتاج سبايسي. يعني سبايسي ده هو الناس معتقده ان الاعلانات بتيجي كده لا انا لو نزلت الشارع بناقش هموم الناس، الناس هترتبط بيكي وهتشوفك. لو برنامج بيناقش بينزل ويشوف احداث ويحل مشاكل بهدوء، انا مش مهمتي كاعلامي او برنامج ان انا اشتم، او مهمتي ان انا اعمل فرقعه، او مهمتي ان انا اعمل اي حاله ان الناس بس تقعد تتكلم عنها، مش دي مهمتي ولا دوري. انا مهمتي ان انا بعالج القضايا باتزان وموضوعيه، زي ما بقول لحضرتك عندنا في الاهرام احنا بنناقش كل القضايا، معارضه، حكومه، خاص، شارع، كل حاجه بنناقشها، طريقه المناقشه هي اللي بتختلف. طب الجيل الجديد بقى يعني دلوقتي في ملحوظ كمان ان الشاشه اتغيرت على مستوى المذيعين، يعني صح. بقى في جيل جديد طالع في القنوات الجديده الموجوده، بقى في جيل جديد بيتحضر، يعني برضه تقييم حضرتك ايه للشاشه كده المصريه بصفه عامه مش بس انا عمليه. شايف ان الشاشه ان احنا نفتقد في الجيل الجديد او في الشاشه عامه اللي هو القائد او الموجه او اللي بيقدر يعني بيوجه الناس من خلال برنامج بتاعه او من خلال الرساله الجديده اللي هو بيقدر يعملها. يعني انا شايف ان المفروض المذيع او المقدم زمان كان ليه رؤيه وكان ليه ثقافة وكان ليه دور يقدر يتكلم فيه من خلال معلومات أو خلفيات ليه يقدر يتكلم بيها على الشاشة. ده لازم 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 الفترة اللي جاية إن يبدأ يكون في تدريب أكثر. إحنا بنواكب يعني أحداث عالمية، بنواكب الميديا فيها التطور سريع جدا جدا جدا، لازم في دورات للمذيعين، ما يبقاش مجرد المذيع طلع على الشاشة شكرا، ما فيش أي دورات، ما فيش أي أشياء بيتعامل معها المذيع، لا لازم يكون عنده خبرة في إن هو يبدأ يطور من نفسه في دورات زي القنوات اللي هي المشهورة أو القنوات زي مثلا العربية زي السي إن إن، زي القنوات المشهورة بتعمل عملية دورات للمقدمين البرامج بتاعتهم، ده مهم تدريب جداً. بيبدأ ينزل. وعلى فكرة ده مش عيب، يعني إحنا كلنا يعني أنا أحب الحاجات لازم توفرها، يمكن لازم توفرها يعني. لازم توفرها إدارة القناة ولازم توفرها الناس القائمين على القناة، لأن لازم يطور نفسه، لازم يعرف الشارع بيتوجه لإيه، إيه هي الذوق العام ماشي إزاي، إيه الأهداف الأساسية اللي الدولة بتقوم عليها سواء إعلام تنموي أو إعلام خاص. بس هل دلوقتي المقدمي البرامج اللي طالعين دلوقتي هل في ناس عندها حضور كبير كاريزما كبيره؟ هل في ناس تصلح تكون نجوم في المستقبل؟ في ناس يعني لا في ناس في وجوه شابه صاعده طبعا بدون ذكر اسماء يعني عشان ما انساش حد، موجوده على الشاشه لها حضور ولها ناس ولها جمهورها، وان لم يكن هذا ما كانش اصلا الناس اتفرجت على البرامج نفسها.
لكن في مستوى برضو على مستوى يعني بذيء جدا، مستوى دون مستوى يعني مستوى دون المستوى في بعض الناس. بس دي بتخاطب برضو الناس اللي هي ما عندهاش ثقافات، او الناس اللي هي الاميه اكثر اميه فيها، الناس اللي هي ما عندهاش ثقافه قوي بتبدا بتتجه لهذا المستوى من الرساله الاعلاميه اللي هي اصلا غير هادفه. بس ده تضليل للناس يعني، في ناس بتضلل، ده دور يعني بقى المجلس الرقابه بتاعه الهيئه، بتضلل للجمهور، بتضلل للشعب بتاع معتمد على انه ما عندوش ثقافه كافيه. ده حقيقي، ده دور الرقابه بقى الهيئه الوطنية للإعلام، ده دورها بقى هو اللي يبدأ ينسق ويبدأ يقول إن ده لا ما ينفعش يتكلم. بس انتوا دوركوا كموقع للإذاعة والتلفزيون إيه بقى في تقييم الحاجات دي؟ أو دوركوا إيه نقدي ولا دوركوا إيه بالظبط؟ طبعا احنا ما بناخدش الحاجات اللي زي ديت اللي هي ما بتديش رسالة للقارئ، أنا ما باخدهاش ليه؟ ما بوريهاش ليه؟ ما بعرضهاش ليه؟ لكن ولا أنا تلفت نظره وإيه بلفت نظره من خلال بنلفت نظره من خلال التحقيقات، من خلال الموضوعات، من خلال التقارير اللي بنعملها في أفكار البرامج، إن البرنامج ده دوره بيعمل كذا كذا وبيؤدي إلى كذا كذا، بنكتب طبعا الكلام ده خلال تحقيقات صحفية، في خلال تقارير صحفية، من خلال اشياء بنبدا نتكلم عنها في على البوابه الالكترونيه، ومن خلال زملائي كلهم ان كل يوم بنعمل تقارير ورصد ان البرنامج ده ادى اداء كويس، ان البرنامج ده ما اداش، ان البرنامج ده ماشي على الحياد مع الدوله، او البرنامج ده ماشي ضد الدوله، فبنبدا او ضد المواطن عامه، او ضد الـ يعني التوجه اللي هو للمواطن او الشارع المصري نفسه، لان الهدف احنا بنشتغل سواء احنا او الميديا او احنا المفروض بنشتغل على الشارع، على المواطن وعلى المواطن تنموي، والمواطن ومع الدولة، الخطوط العريضة للدولة. فاحنا بنعمل على بنبدأ نوجه القارئ بالكلام ده، بنقوله ان ده كويس، بيقول رسالة كويسة، ده بيقول مش كويس، رسالة مش كويسة. ده دور الصحافة بقى، دور الصحافة الفنية يعني الإعلامية دورنا. وثانيا برضو بناخد الحاجات اللي هي كويسة بنعرضها له وبنوديها له على الشاشة، والحاجات اللي مش كويسة انا ما بديهاش ليه. احنا شايفين دلوقتي معانا على الشاشة تكريم خريج رواد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهيحضره سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا في انتظار وصول الرئيس الى القاعة لتكريم خريج رواد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. بنستكمل حوارنا مع استاذ احمد حامد. وعموما دلوقتي حضرتك عرفنا تقييم يعني او كده صورة عامة للإعلام المصري. موقع الإعلام المصري من الإعلام العربي بقى الموجود لا او العالمي لا احنا فين؟ لا وإيه اللي بينقصنا؟ بنكلم نفسنا ازاي؟ برافو عليك والله العظيم، انا ده شعوري بالظبط. احنا بنتكلم مع نفسنا يعني، ما عندناش للاسف وسيلة إعلامية تقدر تخاطب بره العالم وتقدر توجه الرساله وتقدر تتكلم عننا بشكل كويس وكده، لكن احنا بنتكلم وبنتخانق مع نفسنا. صحيح. ودي ادى الى ان الناس او العالم بره مش عارف يشوفنا، وبيشوفنا بطريقه سيئه، ومدي مساحه للقنوات الاخرى اللي سواء هي قناه معاديه لبلدنا او قناه لها توجه اخر لدوله اخرى تتكلم عننا وتوجه صوره خاطئة عن الشارع المصري أو عن الدولة المصرية. وده اللي ينقصنا، وأنا شايف إن المفروض يكون عندنا إحنا مثلا، أنت عندك مثلا السعودية عندها قناة عربية بتعرف تتكلم يعني السعودية، وإحنا بنتكلم برضو عن السعودية برضو دولة كبيرة وكل حاجة، لكن مصر بحجم دولة مصر وبثقل مصر، وأنت شايف إن مصر لها دور في المنطقة بيمثل يعني، وده ظهر في قصة المصالحة مع القضية الفلسطينية، وظهر في سوريا، وظهر في ليبيا، وظهر في الصراعات اللي موجودة في المنطقة، ودور مصر والالتزام بتاعها في كل الملفات سواء الأمنية السياسية. فين الوسيلة اللي تقدر تتكلم عن دور الدولة المصرية تواجه وتحدث الآخر بشكل أو طريق أو بلونه؟ احنا ما عندناش الكلام ده، ينقصنا هذا. حتى الهيئة العامة حتى لتصحيح صورة الصينية لمصر، صورة الإسلام، صورة لا ده سيئة جدا، صورة العرب يعني كل حاجة، سياحة، تسويق للسياحة يعني. احنا بنأذي نفسنا بنفسنا يعني، حتى من نتكلم عن صورتنا بنتكلم عنها بطريقه خاطئه بتؤدي الى الاخر يقول لك بص هم بيتكلموا عن نفسهم ازاي. حتى في طريقه الاسلام، حتى في طريقه المعالجه لقضيه الازهر والمنابر او الاشياء، القضايا المهمه زي مثلا الازهر، بتبدا تلاقي بعض البرامج تضرب في الازهر نفسه، ومش بس هي مش لا مش لازم تكون بتضرب في الازهر، ولكن هي بتنتقد المساوئ. مفيش مشكله احنا تنتقد. من حقنا نعمل كده. لا الانتقاد ده حق شرعي لكل الناس، ولكن ان انت بتهد في كيان ده اللي مش شرعي يعني. انت تنتقد مسبيرو لكن ما تهدش مسبيرو، تنتقد دور مسبيرو ان انا اعمل ليه اصلاحات لكن ما اقولش ان هو مسبيرو كله على بعضه مش مظبوط. تنتقد اي مؤسسه وتقول كذا كذا كذا، والنقد لازم يكون بطريقه موضوعيه ووصول لحل.
مش بناء، مش النقد المجرد ان انا بنقد وخلاص واني مش عارف ايه، او ليه او ليه او مثلا زميل يكون ليه توجه مع مسؤول في المكان ده او في المصيب ده يهاجم مؤسسه بطريقه على خط النار، وده خطا، انه كانه مفيش حاجه عدله يعني، مفيش حاجه، لا كل حاجه فيها الكويس وفيها الوحش، ولكن احنا بنتكلم عن، ولازم يكون عندنا خطوط عريضه لبعض الحاجات حتى دوليا الناس في الدوله او على مستوى الدولي يشوفنا فيها، بيشوفنا فيها لازم يكون بطريقه كويسه. لكن انت عندك دلوقتي كل الفضاء المصري بيخاطب نفسه. تمام، يلا انقلوا عننا بقى دلوقتي يا استاذ احمد، واحنا هننتقل على الهواء مباشره دلوقتي. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي باصل الى القاعه لتكريم خريجي رواد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. خلينا نتابع معاكم افتتاح او تكريم سياده الرئيس.